سوكون آسانا، تسمى هكذا لأنه خلال القيام بها أجزاء جسمنا وهي اليدان والقدمان والعمود الفقري تشكل مثلثا. لتنفذ التمرين قف مستقيما، حافظ على مسافة مريحة بين القدمين، ارفع ذراعيك ببطء حتى تكون في وضع أفقي مع كتفيك، تأكد أن ذراعيك مستقيمتان وليس فوق أو تحت أو أمام أو خلف بعضها البعض، حافظ على قدمك اليسرى مستقيمة وأدر قدمك اليمنى بزاوية 90 درجة، خذ نفسا عميقا. والآن زفير، اثني جسمك نحو فخذك الأيمن، حاول لمس كاحلك الأيمن بيدك اليمنى ورفع يدك نحو السماء. قد يجد بعضكم صعوبة في لمس الكاحل، في هذه الحالة مد يدك إلى أقصى ما تستطيع، استرخي في هذه الوضعية لفترة، تنفس بشكل طبيعي، اشعر بجسمك يسترخي، خذ شهيقا وعد إلى وضعك المستقيم ومدد قدمك اليمنى، ثم أدر قدمك اليسرى وكرر نفس التمرين لجانبك الأيسر. هذا التمرين بسيط ومفيد، إنه يقوي عضلات الظهر ويقي من تسطح القدم، إنه يجعل الفخذين والكتفين والصدر والحبل الشوكي أقوى وأكثر مرونة. ولكن إذا كان لديك إصابة في رقبتك أو ظهرك، أو كنت تعاني من انزلاق غضروفي أو عرق النسا، تجنب هذا التمرين. عندما تأخذ نفسا عميقا وتخرجه، فهذا يجعل عقلك هادئا ومسترخيا وخاليا من التوتر.